شو اللي قعدني من الصبح انا وجيت باخذ اغراض والبغاله مقافله والحاله لله. تقعد الصبح وانت صايم مشكله والله. وش هالحاله؟ شو ينومني الحين دوم قعدني؟ مالك الا تتابع افلام لين ما تدوخ وتعود تنام، احسن حال بس. والله قعدة الصبح تطفش الواحد، اللي يقعد من الصبح الله يعينه. يا شباب بالعربي انا فاضي، اللي عنده جدول او يبي جدول يجيني عند محل شباتي ابو جني، بقعد يم شوكة شوي. طالع دقيقة بس من صورت اللي فاضي يجيني وجاني هالرجال، بطلع جدول وياه بعد فاضي. والله جدولنا اليوم مع الاستاذ ماجد. حياك الله. حياك الله يا ماجد. الله يحييك. حاضرين في الخدمة بس ارسل على اللوكيشن على طول نجيك. والله ما تقصر والله. حاضرين. حياك الله، بس حطيت مكاني وشاف السناب وعلى طول جه. وهذا البسكويت اللي تعبت ابي احصله ولقيته في محل الحلويات. هذا هو طالع. وش فيك كبيتهم؟ انت بالله عليك شوف انت بتاخذ لي سله وتحط لي بسكوت فيه، خليتها بيدي. ليش كبيته؟ هاك هاك. انتبه 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 لا تكب الدنيا. يعطيك العافية يا اخونا ماجد. لا بغيت شي كلمني ها؟ احتجت اي شي كلمني. لا اوصيك ها؟ يلا. اول مرة اشوف قطو ياكل اعشاب. الله على الفطور اليوم، فطورنا يحبه قلبك. بعد باقي كم شي ما جابه. انا اذا سووا المحاشي خلاص. انا من يسوي المحاشي عيوني في البطاطس لان احب البطاطس. والفيمتو بعد يا قلب. لو بعد لفت انتباهي صالونة الهنود. انا اموت في صالونة الهنود، من اشوف صالونة الهنود خلاص لازم اقعد يم صالونة الهنود. احب ما على قلبي هالصالونة ذي. بعد لو اياها خبز الشباتة يا ويلي. هذا الطبق انا اللي جايبنه اسمه مكرونيا ايطالية. مكرونيا ايطالي فاهمني؟ احلى طبق. انا التفكير شغل مخي، القلب بعد شاغلني. شغلني القلب عليهم. رب الكعبة اني والهان وضايق ابي الدنيا بسبب الملل. ملل. وصل المطعم، وصل السحور، ها وصل. شايف الصينية داخلها سمك يحبه قلبك. وصل المطعم، وصل وصل. السحور مالنا وصل بكم؟ كم الحساب؟ 135. ليش عطوني 115؟ دقيقة بجيب لك الباقي. ها دقيقة دقيقة ها. يلا صديق جيب هذا 150. ها شوف 150 عشان جيب باقي. ما في انسى. هذا 10 هذا 5 ما في انسى. اهم شيء الاكل. وين الاكل؟ ثانكيو ثانكيو. والله ثقيل. بعد شو نسوي؟ لازم تاكل مطاعم. احلى شي المطاعم. وصل السحور يا شباب، وصل السمك. ها طالع. طلبيت اليوم سمك، اليوم سمك وكفاخ.
خلاص ما بصادق ناس ما منهم فايدة، بصادق اللي دق علي تليفون يعزمني، اللي يجيب لي صينية، اللي دلعني. ناس تقعد اياهم ما منهم فايدة، لا يعزمك ولا يشربك ولا تستفيد منه شيء. بني آدم حالاته مو في ثيابه، بني آدم حالاته من يمد ايده يقول لك تفضل. البخيل ابعد عنه ولا تقرب صابه، خلك انت في درب وهو في درب. انا ما عجبني اللي علاوي اللي من الحاطه اللي سوالي المندي. تسلم ايدك يا علاوي، والله هالدنيا ما فيها امان. ناس تقعد اياهم ويضحكوا في وجهك، ومنقوم عنهم اكله ولحمك. يقولوا الفلوس وصخ دنيا، طيب الصديق اللي بيعك عشان فلوس وش مكانه في الدنيا؟ هالايام لا تأمن فحد، الطيب ينخدع والنذل يبوق اللي في جيبك وانت ما تحس. القلب تعبان لا تسألني شلونك شلون صحتك، تعبان قلبي.